أهلا وسهلا بك يا عزيزتي. اليوم راح نسوي سلطة الباذنجان بصلصة الزبادي أو اليوغورت مع الطحينة. هذه اللي دا تشوفيها أمامك، تعالي وياي حتى تشوفين المواد المطلوبة وطريقة العمل. سلطة الباذنجان نحتاج لها، عندي هنا باذنجان مقلي مكعبات، بتيتا مقلية مكعبات، خيار وطماطة وحامض، عندي خس مقطع، وأحتاج صوص أيضا. للصوص أحتاج حوالي كوب إلى كوب ونص لبن، كذا خلي كوب ونص لبن هنا. إيه هاي العلبة اللي عندي باقي بيها كوب ونص، راح أفرغها كلها. أحتاج ملعقتين طعام من الطحينة أيضا، أخلي فوق اللبن. أحتاج ملعقة طعام مايونيز، هاي للصوص للخلطة اللي راح أخليها فوق هذه المواد. أحتاج سن ثوم واحد حجم كبير، رشة ملح لأنه ما خلي كثير ملح، لأنه احنا عندنا ملح خالين بالبتيتا وبالباذنجان، طبعا لازم نملح الباذنجان قبل ما نقليه. نخلط هذه المواد كلها مع بعض، وعصرة ليمون. نخلط هذه المواد كلها مع بعض، خلي الخلطة على جهة. أخذ أول شيء الخس اللي سوين قطعته، بعدين الخيار والطماطة أيضا، البتاتا، بعدين راح اخذ اخر شيء الباذنجان، اضيفه ايضا فوق هاي المواد كلها واخلطهم مع بعض. أفرغهم بالكاسات التقديم وأخلي الصوص على الصلصة اللي سويتها على الوجه. بعد ما انتهيت من السلطة وفرغتها بصحن التقديم، راح أخلي الصوص اللي سويته أو الصلصة اللي سويتها راح أخليها على الوجه وأقدمها. هي هذه وصفتي، هي هذه وصفتي لهذا اليوم، سلطة الباذنجان، صلصة اللبن والطحينة. أتمنى تعجبك وصفتي وتجربيها، وشكرا جزيلا للمشاهدة.